Hello, my dears. مرحبا طلاب الأعزاء. Welcome again to English class. Let's start today with the phonics section in Unit 2, page 36 in the student's book. بدنا نبدأ مع بعض اليوم إن شاء الله تعالى بجزء الصوتيات صفحة 63 من كتاب الطالب. هذا الجزء الموجود بالوحدة الثانية Unit 2 يلي كان عنوانها Jack and the Beans Talk Again مرة تانية Jack and the Beans Talk Today إن شاء الله تعالى اليوم بدنا نتعرف مع بعض على صوتين مع بعض عم يعطوني مقطع صوتي ممكن إنه يكون فيه له عدة أمثلة وبهذه الفقرة عندي مجموعة من الكلمات يلي من خلالها بنقدر نمثل هذا الصوت لهذا المقطع المقطع يلي عم بحكي عنه هو المقطع المكون من الحرفين O and U O and U عم تعطي صوت أو أو إذن الصوت اللي عم يعطيه هذا المقطع أو أو ممكن هذا الصوت يكون موجود في وسط الكلمة لحتى يعطي صوت واضح لإله ورح نلاقي إن شاء الله تعالى بعدة كلمات أهمها كلمة ground ground نتطلع مع بعض أحبابي هذا المقطع موجود في منتصف الكلمة الآن حرف الجي يلفظ إج ground 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 وground تعني أرض ground means أرض إذن الأو مع اليو مقطع صوتي بيعطيني الصوت أو هذا الصوت منلاقيه بعدة كلمات من الأمثلة عليها ground ground أرض أرض خلينا نتعرف مع بعض أحبابي على مجموعة من الكلمات يلي فيها هذا الصوت بهذه الفقرة ورح إن شاء الله تعالى نتعرف كمان على معاني هذه الكلمات الآن أحبابي The round moon is shining above the house Again, مرة تانية The round moon is shining above the house. بمعنى القمر المستدير يشرق أو يضيء أو يلمع above أعلى أو فوق مع مسافة بينهم المنزل. بمعنى إنه هذا القمر عم يسطع فوق المنزل في السماء الآن أحبابي كلمة round round معناها مستدير مستدير هلأ ممكن يكون إلها معنى تاني مثل يدور لكن هون بمعنى مستدير بمعنى له شكل دائري the round moon round round نطلع مع بعض حرف الأو واليو موجودين في وسط كلمة round وتعني مستدير is shining above the house 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 منزل الآن حرف الإتش أحبابي يلفظ إيه how do we pronounce letter H كيف بنلفظ حرف الإتش يلفظ إيه بعدين عندي المقطع أو المكون من أو ويو الاس في كلمة house تلفظ اس وآخر شي في عندي اي silent letter عفوا تكتب ولا تلفظ فنقول house we say house house منزل house house منلاحظ كيف الاو عم تطلع معي بطريقة جدا واضحة house منزل خلينا نكمل مع بعض أحبابي الجملة يلي بعدها في هذه الفقرة The clouds
are silver and white. The clouds are silver and white. الغيوم في السماء طبعا لونها سيلفر فضية بمعنى كناية عن اللون الرمادي and white وبيضاء silver and white فضي وأبيض. الآن من هذه السنتنس من هذه الجملة عنا clouds كلمة فيها الصوت أو excellent clouds وتعني غيوم. الآن round مستدير house منزل وهذه كلمة متفقين عليها وعندي clouds غيوم. How do we pronounce letter C in clouds؟ كيف بلفظ حرف السي في كلمة clouds؟ مثل إك كلاو أو 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 مع يو clouds والإس أحبابي تلفظ إز clouds غيوم. silver and white بمعنى رمادية أو فضية وبيضاء. look there on the ground انظر هناك على الأرض ground. الآن ذكرناها كأول مثال على الصوت أو ground أو مع يو تلفظ أو ground وتعني أرض ground أرض. It's a little grey mouse. هناك على الأرض على الجراوند mouse. فأر صغير لونه رمادي grey mouse فأر. mouse كتير شبيهة بكلمة house excellent. الأو مع اليو تلفظ أو الإس تلفظ إس وكمان الإي silent letter أي تكتب ولا تلفظ mouse فأر. hush كلمة بمعنى لا تصدر صوتا don't make a sound والجملة هاي معناها لا تصدر صوتا sound أحبابي sound تعني صوت وبنلاحظ وجود الأو واليو أو sound صوت. إذن round مستدير house منزل clouds غيوم ground أرض mouse فأر and the last one والكلمة الأخيرة sound صوت. هذه الفقرة أحبابي الباراجراف موجودة بصفحة 36 من كتاب الطالب. يريد نكتب معاني الكلمات اللي وارد فيها الصوت أو فوقها لحتى كمان نرجع نلفظها بالطريقة الصحيحة round house clouds ground mouse and the last one الأخيرة sound. In page 16 في صفحة 16 من كتاب التمارين عندي مجموعة من التمارين يلي بطبق من خلالها كلمات متعددة فيها الصوت أو وطبعا هي نفسها round, house, mouse, cloud, ground, sound. المطلوب أحبابي إني أعطي حرف أو المقطع OU بالنص بعد هيك ألفظها وأرجع أكتبها في التمرين الأول على السطر يلي أسفلها لحتى أقرأها بالطريقة الصحيحة أتعرف كمان على الصوت الموجود عندي بالإضافة إلى
إنه أعرف كيف الكلمة عم تنربط مع بعضها بوجود الصوت. أو خلينا نكتب الكلمات ونرجع نعبيها في الفراغ، بعد هيك نعطي المعنى الصحيح لإلها. أوكي، الآن بالتمرين الأول كتبت بالفراغ الـ O والـ U واللي هم المقطع الناقص في كل كلمة. شوفوا أحبابي كيف أعطاني round مستدير أو يدور، house منزل، mouse فأر، عندي cloud غيمة، ground أرض، وكمان آخر شيء عندي sound صوت. ورجعت كتبت كل كلمة بالفراغ أسفلها لحتى أثبت مرة تانية الكلمة وأراجع صوتها. الآن في exercise number 2 في التمرين الثاني عم يطلب مني أكتب بجانب كل صورة موجودة عندي اسمها، فمثلا غيمة غيمة، cloud cloud، فأر فأر، ماوس ماوس، منزل منزل، هاوس هاوس. الآن أحبابي بـ exercise number 3 بالتمرين الثالث عندي 3 pictures، 3 صور، كل صورة في بجانبها sentence جملة، وجوات هذه الجملة في عنا فراغات لازم نعبيها بالكلمات الموجودة عندي بـ exercise number 1 لحتى هذه الجملة sentence تعطي معنى يوصف الـ picture يلي بجنبها، الصورة يلي بجانبها. Sentence number 1، الجملة الأولى: This is a mouse house. هذا منزل للفأر. Mouse mouse، فأر، بعدين استخدمت house house، منزل. الآن في sentence number 2، الجملة الثانية، المقصد إني أوصف هذه الصورة بإنه الفأر على الأرض، فنقول The mouse is on the ground. Ground، الفأر على الأرض. Sentence number 3، الجملة الثالثة عم تحكي عن فأر على الغيمة، تمام؟ فنقول The mouse is on the cloud. The mouse، الفأر، is on the cloud، على الغيمة. هون احنا اخترنا أرض وتعني ground، وهون اخترنا كلمة cloud عشان الغيمة تعني cloud. إذا استخدمت mouse house، mouse is on the ground، mouse is on the cloud. الآن أحبابي في التمرين الأخير برضو عندي the same، نفس الفكرة من التمرين اللي فوقه اللي هو تمرين number 3، لكن بهذا التمرين رح نلاقي أحبابي كلمة round لها معنى آخر، يعني مو معناها مستدير زي لما وصفنا إنه القمر مستدير round moon، لا، رح نلاقي هون إنه كلمة round معناها يدور ويدور. You go round and round on the roundabout، بمعنى أنت تدور وتدور على لعبة الدوار، تمام؟ الآن كلمة round about زي ما بتلاحظوا فيها برضو أو أو، عم نلفظ round about، تمام؟ أو round about. You go round and round on a round about، تدور وتدور على لعبة الدوار. الآن sentence number 2، الجملة الثانية: thunder is very loud sound. كمان مرة: thunder is a very loud sound، بمعنى الرعد. thunder تعني الرعد. الرعد is a very loud sound، بمعنى الرعد هو صوت sound صوت.
الآن كلمة loud، loud بمعنى صوت مرتفع جدا، وبرضو كلمة loud فيها أو. loud مرتفع، صوت مرتفع جدا. إذن thunder is a very loud sound. الرعد صوت أو هو عبارة عن صوت مرتفع جدا. sentence number three، الجملة الثالثة، there are white cloud in the sky today. هناك غيمة بيضاء في السماء اليوم. cloud، cloud، غيمة، غيمة. number four، sentence number four، الجملة الرابعة، our house is next to a small farm. our house is next to a small farm. منزلنا بجانب مزرعة صغيرة. house، house، منزل، وفيها المقطع الصوتي أو المكون من الحرفين أو ويو. That's all for today. هذا كل شيء لليوم. I hope it was easy and clear. بتمنى إنه كانت الأمور سهلة وبسيطة عليكم. Thank you for listening. Thank you for watching. See you next time إن شاء الله تعالى. أراكم في الحصة القادمة. إلى اللقاء.